السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا كل الناس اللي هي يعني عايز تخلي عندها في صيدلية المنزل دواء آمن ورخيص وسريع جدا وينفع لكل الناس لحالات التقلصات والمغص ومشاكل الجهاز الهضمي، مفيش بديل للسبازموفري. السبازموفري ده حاجة كويسة جدا جدا عن تجربة شخصية. السبازموفري مفيد جدا في علاج تقلصات الجهاز الهضمي والمرارة، مفيد جدا في العلاج السريع للمغص. المغص طبعا حاجة يعني مش حلوة، لو جات لك بالليل فانت يبقى بتتقطع بالليل كده ومش عارف ايه اللي هينجدك. طيب مفيد جدا للجهاز البولي والتناسلي، الناس اللي عندها مغص بسبب الصديد او الاملاح، مشاكل الدورة الشهرية، او السيدة الحامل عندها مغص، الاسبازموفري كويس جدا جدا للحاجات الاعراض دي كلها. فالاسبازموفري يعني فعال جدا في علاج المغص والتقلصات، المغص والتقلصات. اي حد بيشكي من حاجة معينة في المعدة في الجهاز الهضمي، قرص واحد من الاسبازموفري بيبدأ يحس بارتياح شديد بسبب. تمام؟ في علبة فيها شريطين، الشريط بأربعة جنيه وثمانين قرش، يعني نقدر نقول علبة بعشرة جنيه. خليها عندك في صيدلية المنزل عشان الطوارئ، عشان الإسعافات الأولية. مثلا عند حد بيشكي بالليل ببطنه، فالأفضل ياخد قرص من سبازموفري، التقلصات تبدأ تريحه شوية، هتهدي حركة الجهاز الهضمي، هيشتغل كويس جدا على علاج حدة آلام المغص والتقلصات والجهاز البولي. ماشي؟ عشان بس بنعيد في الكلام كتير عشان الناس بتقول لي هو بيعمل ايه، استعمالاته ايه، هجيبه ليه، بكام، جرعته ايه، الكلام ده كله. طيب هسيب لكم مكونات العلاج اسفل الفيديو عشان الناس اللي من الدول العربية الاخرى لو مش موجود عندكم هتلاقوه. وطبعا المكون بيكون الاسم العلمي اللي موجود تحت او اسفل الاسم التجاري. اسبازموفري ده الاسم التجاري، ماشي؟ الاسم العلمي موجود تحت اهو، وهنسيبه اسفل الفيديو. كل ان شاء الله الحاجة اللي هيطلب مننا، حد عايز حاجة ويجيبها من اي دولة عربية، يطلب مننا مكون او المادة الفعالة بتاع العلاج لو احنا نسيناها في اي وقت. طبعا هنكتبها لكم عشان يعني تاخدها كوبي بيست كده وتدور عليها في بلدك، هتلاقي ليها اصناف شبيهة. بالاهم حاجة المادة الفعالة يا جماعة، مش اهم حاجة الاسم على فكرة، اهم حاجة المادة الفعالة، عشان كل الناس اللي بتتابعنا من اي دولة اخرى هيعرف الكلام ده لما يجي يشتري، هيلاقي المادة الفعالة موجودة باسم تاني. ماشي؟ لو اول مرة تشاهدوا القناة يا ريت تعملوا فيها اشتراك عشان تتوصلوا بكل جديد على القناة. كل يوم فيديو طب صحي على القناة، واسعافات اولية وتوعية الاسرة كلها ان شاء الله، وصيدلية متكاملة في المنزل. اشوفكم على خير ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.